حضرتك بقى يعني ورثت الصحافة، الجانب الصحفي اللي في شخصية إسماعيل حبروك؟ هقول لك حاجة. يعني إيه اللي وداك ناحية الصحافة؟ هقول لك، إحنا كان أبويا كان رئيس تحرير الجمهورية وقت وفاته، فكانت كل الجرايد والمجلات تجيلنا الصبح كويس. وكان الموزع يجيبها لنا بدري، وكان أبويا ما يصحاش بدري لأن بيبقى سهران في جورنال، وأنا طول عمري أصحى بدري، فاخد الجرايد اقراها والمجلات اقراها. ف يعني حسيت بميل للصحافه. اما مات ابويا حسيت ان دي رساله لازم اكملها. ايوه. وانا لا انسى طبعا رحمه الله عليه الاستاذ علي حمد الجمال. أيوة. وقف بجانبي وتم الصحفي العظيم اللي كان رئيس مجلس اداره البحرين، رئيس تحرير، ووقف بجانبي واخدت انما كانت مرور ابراهيم نافع في رئاسه التحرير ورئاسه مجلس اداره الاهرام كان عرقل خطوات مسيرتي كثير. طيب انا يعني ايه هقول لحضرتك انه في علامات يعني او عايز اقول في فراغات في مسيره اسماعيل حبوك، فراغات ما بنعرفش نملاها ازاي لانه المعلومات شحيحه، زي مثلا المقال اللي كتبها في الشعب ودخل على اثرها المعتقل زي ما حضرتك ذكرت. احنا حاولنا نصل الى هذا المقال ما لقيناهوش. مقال تاني اتقال ان هو اثار غضب الشيخ احمد حسن الباقوري رحمه الله عليه، وانه اشتكى لاعضاء مجلس قادة الثورة، مجلس قادة الثورة، وهو كان وزير في الوقت، وزير اوقاف، كان المدني الوحيد في الوزارة، برضه ما لقيناش يعني اثر لهذا المقال. هل صحيح انه على كمان في واقعة الباقوري انه برضه الوالد اتسجن، ولا هي مره واحده بتاعت ال 100 يوم مع احسان عبد القدوس؟ لا، في واقعه الباقوري لم يسجن ولم يعتقل ولم يوقف عن الكتاب. أيوة. انما وجه اليه اللوم. ايوه، قالوا له ده يعني المدني الوحيد اللي وان الباقوري راح لجمال عبد الناصر وقال له انا المدني الوحيد اللي في الوزاره، انا النهارده في الوزاره، بكره ما اخرج هشتغل ايه وهعمل ايه؟ أيوة. لو كان صحفيين، دون ذكر اسم اسماعيل، لو كان الصحفيين بيقولوا عليا كده وهشتغل ايه؟ بيهاجموه او شيء من بيهاجموه. ولم يكن اسماعيل حبروك الوحيد الذي هاجم الشيخ الباقوري، انما اخرين. انما اسماعيل حبروك هو من فتح الباب لمهاجمة الشيخ الباقوري، التسيب في وزارة الأوقاف.